ولا زلنا في سياق قرارات مجلس الوزراء، إذ بعد أقل من ساعة يطبق تعديل دخول المواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية إلى البلاد من الحدود البرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت تعديل المواعيد الخاصة بالسماح بالدخول من المنافذ البرية لتبدأ من 4 عصرا حتى 10 مساء للتسهيل على المواطنين، ونزولا على رغبتهم بسبب الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة، داعية إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة المحددة حرصا على سلامة الجميع. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا على الهواء مباشرة مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل رائد الشمري. رائد، مع اقتراب العمل بالمواعيد الجديدة والتي حددتها وزارة الداخلية من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ما هي الاستعدادات التي تم اتخاذها؟ شكرا للزميلة فاطمة، مسي عليك بالخير ومسي على السادة المشاهدين. بالفعل دور كبير اليوم لوزارة الداخلية وتحديدا إدارة المنافذ البرية لتسهيل حركة السير والسفر للمواطنين القادمين، وأيضا بالنسبة للمغادرين هناك أكيد إجراءات متبعة، وأيضا نظرا للأحوال الجوية وأيضا الحرارة هناك أيضا تمت مراعاة هذا الأمر و تحديد وقت جديد للقادمين للبلاد بالنسبة من الساعة 4 إن شاء الله إلى الساعة 10 ابتداء من اليوم. سيطبق العديد من الأمور، ستكون واضحة إن شاء الله من خلال ضيفي وضيفكم في الجانب الآخر العميد إياد الحداد مدير عام أمن المنافذ البرية. أتمنى يعطيكم الصحة والعافية، قواكم الله. نتكلم عن سريان هالقرار إن شاء الله بعد أقل من ساعة. حياكم الله، يا أهلا مرحبا فيك. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، القرار هذا نزل رغبة من المسؤولين سيدي معالي وزير الداخلية وكذلك وزير معالي وزير الصحة بتخفيف العبء على الموظفين اللي موجودين داخل المنفذ اللي هم طبعا الداخلية والجمارك والصحة، الظروف الجوية والأحوال الجوية الطقس الحار هذا، فأبوا أن يكونون يعني مع الموظفين هذول. فالحمد لله يعني طرحنا فكرة أن يصير النظام وقت العمل في المساء، فرحبوا بالفكرة وطبعا أقروها على أساس أنها تكون من الساعة 4 العصر إلى الساعة 10 بالليل، فهذا يعني وقت ممتاز لهم وحتى حق المسافرين نفسهم. يعني سابقا كان من 9 صباحا إلى 3 عصرا؟ نعم، كان من الساعة 9 إلى الساعة 3 العصر، فالآن تغير الوقت وصار وقت المساء ويصير شوي الجو أبرد من الصبح. يعني نوضح المشاهدين أيضا من خلال تواجدك العميد إياد الحداد كونك مدير أمن المنافذ البرية، من يريد أن يتعرف الآن هي فقط للقادمين، كيف يكون الحال بالنسبة للمغادرين؟ طبعا احنا ما تغير عندنا شيء الا بس الوقت اللي تغير اللي هو وقت الدخول، ولكن جميع الاجراءات اللي متبعه بالسابق موجوده لحد الان. الخروج مفتوح 24 ساعه، القرارات والشروط اللي موجوده لا زالت هي ما تغير فيها شيء، واللي في عنده استفسارات ولا كذا موجود على المنفذ ويدش بالوزاره الداخليه ويستفسر عن اداره المنافذ ويشوف الشروط هذه كلها موجوده، ولكن ما تغير شيء لحد الآن، نفس الشروط اللي هي السابقة، اللهم بس تغير وقت الدخول المسائي ووقت الخروج نفسه والشروط نفسها. من يتابع ويشاهد أيضا ويتواصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يجد الدور الكبير لوزارة الداخلية، هناك أيضا بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي فعال صراحة الرد والإجابة لمن يستفسر عن أمور المغادرة أيضا أو سواء السفر في المنافذ البرية. أيضا نبي نوضح للمشاهد اليوم، هل هذا القرار يأتي على المنفذ السالمي والنويصيب أم منفذ واحد؟ طبعا راح القرار هذا على المنفذين، منفذ النويصيب ومنفذ السالمي. عندنا منفذ العبدلي طبعا هذا بقرار مجلس الوزراء مسكر لحد الآن ما عليه شيء، ولكن الأمر بس على المنفذين، نعم السالمي والنويصيب. نفس الإجراءات السابقة لم يتم تغييرها شيء؟ بالضبط نفس الإجراءات، ولكن تغير الوقت ما شرحت لك ووضحت لك، ونفس الشروط ونفس الالتزامات اللي احنا أقروها لنا مجلس الوزراء. عميد إياد الحداد، يا ليت رسالة توجهها أخيرا من خلال اليوم وبد إن شاء الله سريان هذا التوقيت الجديد اللي يبدأ إن شاء الله من الساعة 4 إلى 10 مساء بالنسبة للقادمين للبلاد. احنا نتمنى يعني القادمين أو المغادرين نتمنى أن يكونوا ملتزمين في الشروط، وهذه إجراءات دولة
ما هي إجراءات إدارة أو إجراءات شخص أو كذا، هذه إجراءات دولة وقرار مجلس وزراء. إحنا منفذين للتعليمات والأوامر وإحنا نطبق التعليمات والأوامر، لكن إحنا نتمنى من الأخوان اللي موجودين يتأكد من الوثائق، يتأكد من صحبة أولاده وصحبة العائلة معه، يوصل للمنفذ وبعدين يقولوا لا لا ترد، فيقول أنا طقيت الدرب اللي مثلا جاي من المملكة العربية السعودية واصل الكويت ومسافة تقريبا 7-8 ساعات، أو إنه طالع من الكويت يبي يغادر، يقول أنا وصلت الحين لازم تطلعوني ولا لازم تدخلوني. فهذه إجراءات إحنا ملتزمين فيها وما نقدر نخالفها، يعني ما نقول والله فيها استثناءات ولا ما هذا، لكن هذه إجراءات لازم نطبقها بحذافيرها. كل الشكر لك العميد إياد الحداد مدير عام أمن المنافذ البرية، وشكر موصول أكيد للقائمين والعاملين في هذه المنافذ سواء منفذ الوصيب أو أيضا منفذ السالمي. نعم أعود لك زميلتي فاطمة في الاستديو. نعم، ونحن بدورنا أيضا نشكر جهود وزارة الداخلية التي تبذلها حفاظا على سلامة المواطنين، ونرجو من الجميع بالفعل الالتزام بالمواعيد الجديدة. مراسلنا رائد الشمري، شكرا جزيلا لك.